طيب انا يا دكتور ما صرحتش، لا قلت اه ولا لا، يعني حبيت اعيش حياه عاديه واموت حياه موته طبيعيه وادفن كما طبيعي يعني. وحب اهلي يعني يحطوا التاتش بتاعهم فتبرعوا باحد اجزائي او احد اعضائي، هل يجوز للاهل، لاي اهل، ان يتبرعوا باجزاء او باجهزه ابنهم او احد افراد اسرتهم بعد وفاته؟ لا مانع من ذلك بالضوابط الشرعيه، المساله لها ضوابط شرعيه كتيره، يعني لو دخلنا في تفاصيلها الفقهيه ندخل في موضوع طويل جدا. بمعنى مثلا انه الاعضاء دي معظمها لا يمكن ان ينقل الا اذا كان في نوع حياه في الانسان المنقول منه العضو. معايا؟ نعم. يعني لو هو مات وفارق الحياه ومر الدقائق على موته خلاص ما عادوش يقدروا ياخدوا اي عضو من اعضاءه وينقلوه لحد تاني، ده لازم يبقى في حاله على الاقل موت سريري او كلينيكي، يعني في دوره حياه بيولوجيه موجوده في جسمه مستمره تخليهم تمكنوا وهو في هذه الحاله ان هم ينتزعوا عضو من اعضائه ويحتفظوا به في ظروف معينه وبعدين ينقلوه الى مريض اخر، وبعد ما يقلعوا 3 4 اعضاء يروحوا يفصلوا الاجهزه عنه ويعلنوا موته. في بعض الاعضاء داخل جسم الانسان بيفضل فيها دوره حياتيه نقدر نسميها حياه خلويه او حياه بيولوجيه، مش حياه كامله يعني. واصلا الاشكال يا استاذ احمد انه ما زال هناك خلاف قانوني بين الاطباء، خلاف علمي بين الاطباء حول تعريف الموت. هذا الخلاف العلمي استتبع بالضروره خلافا قانونيا وفقهيا، يعني هل الموت هو موت المخ بكل اجهزته، هذه مدرسه طبيه، ولا هو موت جزع المخ لوحده حتى لو كان المخ او المخيخ فيهم نوع يعني اداء لوظائفهم، ولا هو موت المخ والقلب معا. يعني عندنا 3 مدارس فقهيه، 3 مدارس علميه، ترتب عليها 3 توجهات مدارس قانونيه. فانت اصلا المدرسه الامريكيه مثلا على سبيل المثال ترى انه الموت لابد ان يكون موت كل اجهزه المخ الثلاثه، المخ والمخيخ وجذع المخ. المدرسه البريطانيه في الطب ترى ان الموت موت جذع المخ، المريض الميت بجذع المخ لا يمكن ان تعود اليه حياه مستقره مره اخرى. وبناء عليه هذه الاختلافات العلميه في الحكم على الانسان بانه ميت بيستتبعها اختلاف قانوني ومن ثم اختلاف شرعي. مين اللي يجوز نقل العضو منه؟ الراجل الموضوع على اجهزه التنفس، اجهزه الاعاشه، ينفع يروح يفتحوا بطنه وياخدوا منه اعضاء ويعتبروه ميت؟ فقهيا لا يستطيع احد ان يقول ذلك او يقطع به. يعني القرارات اللي فيها شبه آراء جماعية تمنع هذا، تمنع من اقتطاع أجزاء وأعضاء الميت إكلينيكيا ونقلها إلى غيره، لا بإذن ولا بإذن أولياءه، لأنه لسه عندهم أقرب إلى أحكام الحياة منه إلى حكم الموت. وبناء عليه قصة نقل الأعضاء أصلا برمتها على المحك. طيب نقل أعضاء بعد موت الإنسان بعض الأراء، إنما في مساحات أخرى يعني مثلا أنا عايز أسألك في بعض الأراء الإنسانية، يعني يقول لك يا أخي يعني هو الراجل مات خلاص، وناخد بقى حاجة منه نساعد بيها حد مريض، تساعده على الحياة، ربنا يكون كاتب له العمر عن طريقها، أنتوا ليه بتعقدوها كده؟ ما هو هناك ضوابط فقهية حققها وبعد كده انقل وأحيي النفس اللي هتروح في تموت ديت هي كمان ومعرضة للخطر، والإسلام يدعو إلى إحيائها ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. لكن حققت ضوابط اللي منها رقم 1 ان اللي هتنقل منه يبقى مات، لانه ما ينفعش يبقى على قيد الحياه وتقلع اعضاءه عشان تنقلها لحد غيره. يبقى موافق او اهله موافقين. يا اخي لا، ما فيش موافقه على قيد الحياه في حاجه، طبعا لا طبعا في حاجه تقضي على حياته هو. لان حياه اللي هتروح له الاعضاء مش اولى من حياه الانسان اللي لسه على قيد الحياه. فرقم 1 تحقق الموت، تمام؟ رقم 2 اذنه او اذن اوليائه. رقم 3 انها ما تبقاش أعضاء من اللي بتدخل في يترتب عليها اختلاط أنساب، تمام؟ لو يترتب عليها اختلاط أنساب زي الخصية أو المبيض لا يجوز نقلها باتفاق، ماشي، حتى بعد موته، إلى آخر الضوابط اللي الفقهاء وضعوها حتى تكون عملية نقل الأعضاء عملية يعني تحقق مصلحة ولا يترتب عليها ضرر أو مفسدة.